مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج شباب اليوم. دائما ما عودناكم في برنامج شباب اليوم بتسليط الضوء على كل القضايا الشبابية، إنجازات، هوايات وإبداعات الشباب الكويتي. وين ما كان الشاب الكويتي تلقون كاميرا برنامج شباب اليوم متواجدة واستديو حوار. برنامج شباب اليوم متاح للجميع من الشباب الكويتي بطرح فكرة وآراء سواء كانت في كل مجال من المجالات أو قضايا تهمه. وين ما كان الشاب الكويتي قلت لكم اهتمامنا هني، والهدف اللي وضع من أجله برنامج شباب اليوم وهو تحقيق أهداف الشباب وتسليط الضوء على أهداف الشباب ومشاكلهم. وين ما كان الشاب الكويتي مثل ما قلت لكم إن شاء الله إحنا موجودين بجانب الشاب الكويتي. وأي شاب كويتي عنده أي فكرة، دائما نقول عنده أي مقترح للبرنامج، تعديل على البرنامج، ما عليه إلا يتواصل معنا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة في برنامج شباب اليوم، كان في تويتر أو كان في إنستغرام. للأمانة قاعدين توصلنا ردود فعل جميلة، إن شاء الله انطلاقة إن شاء الله راح تكون في 1/10 بإذن الله السيزن الجديد لبرنامج شباب اليوم. ووسائل التواصل مع برنامج شباب اليوم راح تكون ظاهرة أسفل الشاشة، ما عليكم إلا تدخلون سواء كان في تويتر أو إنستغرام. في تويتر سووا لنا منشن، في إنستغرام حطوا كومنت على أي صورة، وإن شاء الله إحنا راح نأخذ بعين الاعتبار كل سؤال تحطونه أو كل موضوع أو كل يعني استفسار لكم حول البرنامج. للأمانة من المواضيع الكثيرة اللي هاليومين صارت، أول شيء اليوم يوم الأحد بداية أسبوع، واليوم 31/8 نقول كل عام وانتم بخير للمعلمين والمعلمات اللي بداية دوامهم كان اليوم. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في بداية العام الدراسي الجديد إن شاء الله، ونتمنى أنكم تستقبلون هذه الأيام الطلبة إن شاء الله بكل رحابة صدر، ونتمنى التوفيق لكل طلبتنا اللي عندهم الدور الثاني. نتمنى لكم إن شاء الله أنكم تجتازون هذه المرحلة إن شاء الله وتنضمون مع زملائكم إلى المرحلة القادمة. أعزائي المشاهدين، باكر إن شاء الله في دعوة من كسر توك من معهد الكويت للأبحاث العلمية، هي فعالية لأول مرة تقام على مستوى دولة الكويت كلها أو على مستوى العالم كله. مجرد كانت هذه الفكرة مشابهة لفكرة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، بتكلم عنها شوية بهم. طبعا المعهد الأبحاث الأمانة والشباب في الدورة الصيفية والقائمين على الدورة الصيفية 37 بداية من مديرة الدورة الدكتورة فتوح الرقم إلى كل العاملين فيها أستاذة منى الفيلتشاوي وكل العاملين فيها في العلاقات العامة والإعلام أو في الإدارة الموارد البشرية وكل قائمين على هذه الدورة، نتمنى لكم التوفيق. لكن خلينا نتكلم عن هذه المبادرة. هي مبادرة جديدة لدعم وتشجيع العلم والتعليم والإبداع والابتكار من خلال تسليط الضوء على تجارب وتجارب مفكرين محللين واستعراض آراء. عشان نتعرف أكثر على هذه المبادرة أو هذه الفعالية كسر توك، معنا من الجانب الآخر من اتصال هاتفي من الدكتورة فتوح الرقم مديرة الدورة الصيفية 37. مساء الخير دكتورة. يا هلا، مساء النور. بالبداية مبارك لك أن خلاص الدورة شارفت على الانتهاء، لكن قبل لا نتكلم عن انتهاء الدورة كلمينا بالبداية عن هذه الفعالية اللي راح تقيمونها إن شاء الله بكرة. أول بالبداية أحب أشكركم على استضافتكم في البرنامج. لا هذا لا شكر على واجب، هذا واجبنا أكيد دكتورة. تسلم ما تقصر. بالنسبة حق الفعالية اللي راح نقوم فيها باكر إن شاء الله، هذه أول مرة إن إحنا نقوم بمثل هالفعالية. نعم. الأولى من نوعها. إحنا كان هدفنا بحيث إن إحنا نخلق الوعي ونحفز الشباب اللي هم اللي يحضرون الدورة. نعم. وأيضا الأشخاص المدعوين للحضور على مواضيع مختلفة، منها مواضيع علمية، منها مواضيع تحفيزية، أيضا تجارب شخصية. نعم. بهدف أن احنا نشارك الشباب ونحفزهم بحيث أنهم يشاركون في العطاء أو أنهم يستغلون قدراتهم في بناء شيء فعال للبلد. جميل. طيب دكتورة، من اللي راح يكون المحاضرين في هذه الفعالية أو من اللي كان راح يكون ضيوف هذه الفعالية؟ اي نعم، احنا في عندنا اكثر من ضيف، مشاركتهم معنا راح تكون من خلال محاضرات مختلفه، كل محاضره مدتها من 10 الى 15 دقيقه. نعم. في معنا المهندس محمد حسين اللي هو مدير شركه اي كويت. نعم. معنا دكتور سلام العبلاني مدير اداره الثقافه العلميه مؤسسه كويت التقدم العلمي. نعم. في عندنا الدكتور بسام الفيلي مستشار علمي ومدير برنامج الإبداع والمؤسسات من. نعم. مؤسسة كويت التقدم العلمي. نعم. الأخت دلال الغانم مديرة. وفي عندنا الأخ من سلمان العتيبي اللي هو أصغر مخترع كويتي. نعم. الأخت حوراء القلاف طالبة بجامعة الكويت. نعم. قسم الأحياء وهم أن هي مخترعة كويتية. نعم. في معانا الأخ شملان البحر خبير تسويق واتصالات. نعم.
من مؤسسي برنامج بروديجي وكويتي وافتخر والكابتب. ايضا معانا نورة العثمان نائب المدير العام لبوابة التدريب العالمية. نعم. والاخت صفاء العوضي مشاركة ابحاث بمعهد الكويت الابحاث العلمية. وايضا الاخ هيثم الحواج وعدنان اكبر اللي ما راح يتكلمون عن مبادرة ديرة الغير ربحية. جميل. طيب دكتورة، هذا كله راح يكون باكر في يوم واحد بس هذه المفاعلية؟ اي نعم. من كم لكم ان شاء الله راح تكون؟ راح تبتدي من الساعة 8:30 الى الساعة 2:00. نعم. هل الدعوة للجميع دكتورة ام مقتصرة فقط على الطلبة؟ لا، هي الدعوة مفتوحة صراحة للجميع، واحنا نتشرف في دعوة الجميع والحضور، يعني الدعوة مفتوحة، الدعوة عامة للجميع اللي يحب يشاركنا. نعم. راح تكون في قاعة جابر الأحمد بمعهد الكويت الأبحاث العلمية بالشويخ. نعم. يعني دكتورة، هل راح يكون اللقاء مفتوح ام بس مجرد محاضرة من الأشخاص اللي ذكرتي أساميهم؟ هم راح يستعرضون خبراتهم، يعني هي ما فيها نقاش، ولكن ممكن الناس تسألهم الأسئلة بعد الانتهاء من هاي المحاضرات، لأن هي راح تكون مقسمة على 3 أجزاء المحاضرات. طيب. فممكن الحضور يشاركونهم بالأسئلة عقب ما ينتهوا من محاضرتهم. طيب، التركيز الأكبر أتوقع راح يكون لجانب الطلبة المتدربين في هذه الدورة، عدل؟ اي نعم. جميل. هذا إضافة إلى الخبرات اللي أنتم حاطينها للطلبة، عدل؟ شلون؟ نعم. هذه خبرة إضافية حق الطلبة من خلال الدورة اللي قاعد تقدمونها أنتوا. إيه، لأن إحنا صراحة إحنا كان ودنا إحنا نخليهم يشوفون الجانب المشرق في البلد. نعم. ونراويهم شلون إنه مهما كان الإنسان صغير أو كبير، متى ما كان في عنده إصرار وعزيمة يقدر يوصل حق اللي هو يبيه. وعلى هالأساس تم اختيار المتحدثين، بحيث إحنا نوريهم هم الإنسان اللي وصل. نعم. شنو سوى عشان يوصل، شلون كانت مثابرته، شنو تجارب الشخصية. نعم. وبنفس الوقت هم نوريهم حتى لو أنت كنت صغير، هاي ليش إحنا دعينا المخترعين الصغار اللي هم حوراء وسلمان. نعم. بحيث إن حتى لو كان سنهم صغير يتحفزون إنه يعني مو لازم أنا أنطر حتى أكون كبير عشان أوصل حق اللي أنا أبيه. جميل. ولكن جدا. حتى وأنا من واقع عمري الحين كشاب أقدر إن أنا أبدع وأصير إنسان منتج. جميل جدا. يعطيكم العافية على إقامة مثل هذه المبادرات والأولى من نوعها والفريدة من نوعها في الكويت. يعطيك العافية، كل الشكر للدكتورة فتوح الرقم مديرة الدورة الصيفية 37 في معهد الكويت للأبحاث العلمية. أعزائي المشاهدين، مثل ما سمعنا من الدكتورة، سمعنا أن الفعالية شو راح تكون، فيها شخصيات عديدة راح يتكلمون عن تجاربهم من خلال تقريبا ربع ساعة محاضرة، راح تكون إن شاء الله من الساعة 8:30 حتى الساعة 2 بعد الظهر إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق. المكان راح يكون في معهد الكويت الأبحاث العلمية في قاعة الشيخ جابر الأحمد، هذا موقعهم. وأتمنى أن الدعوة للجميع متاحة للجميع، الكل يقدر يروح، وسماع مثل هذه التجارب أتوقع تحفز العديد من الشباب. نتمنى من شبابنا أنهم يروحون مثل هذه الإيفنتات الجميلة. ما راح نطول عليكم في هذا موضوعنا لهذا اليوم، معنا ضيفين جميلين راح يكون إن شاء الله الحلقة لقسمين، إن شاء الله راح نتعرف عليهم أكثر، لكن عقب هذا الفاصل القصير. تخططون حياتكم كل ما راح تكون أفضل وأحسن. عشان أنا أعرف نفسي وأعرف ذاتي، هني أنا أقدر أحدد اختياري. ما في شيء مستحيل. والكويت راح تطلع من تحتها أبطال. تبي ميدالية، هذا البساط. على أرض الكويت ما في حتى حصان واحد. ثم إذا بتعطيني، يا تعطيني شيء زين يشرف الكويت ولا لا تعطيني. ليش تفرغ رياضي ما قاعد يطلع حق متسابقين نادي الربع ميل؟ وأنا ما حبيت أفقد 1% من الواقع. أتوقع أن الشباب هم عمود فقري حق أي مجتمع كان. رقم حقي قياسي جديد. هذه المباراة هي ردتنا حق الجمهور مرة ثانية. لتويتر فيه تفاعل. دار الصباح مزبنت كل مضيوم، دار الشرف، دار الشجاعة والإكرام. حصلت على عدد 15 ميدالية ذهبية، هذا بحد ذاته إنجاز تاريخي. الكويت تتميز في شبابها. كنا شايلين البطولة شيلات وصفقات وتشجيع. واليوم روح دش المنشآت، في طلبة يداومون في تشينكو. من يطالب بالإصلاح؟
بأنه يصلح. هو مشكلتنا احنا في الشلاليات او قتل الطموح. انت تعلم نفسك قبل الله تعلم الناس. يعني انا الحين عندي مستوى مو عاجبني، شو اسوي؟ والله العظيم ما تسوى، والزيادات جايه معاشك بيزيد. انا اقسم بالله العظيم لو اجيب شكسبير واحطه في هذا الزمان يضحك على الناس كلها. طبعا احنا هواة. زين انتوا طلبوا هذول طلبة، شنو الفرق بينكم؟ هل هذه تفرق عن هذه؟ كل شيء عندنا لازم انت تحفظه ما تفهمه. لكل مجال من المجالات الشباب، وين ما كان الشباب مثل ما قلت لكم تنوجد كاميرا برنامج شباب اليوم، وكذلك استديو برنامج شباب اليوم. تنوعنا الأمانة في الأسابيع اللي طافت ما بين الرياضة ما بين الثقافة ما بين كثير من الأمور الأمانة، وهني يمكن في برنامج شباب اليوم نحاول كثر ما قدرنا نغطي كل المواضيع. اليوم صار وقت الأدب والشعر الأمانة، من زمان عنا ومشتاقين له. يمكن كانت آخر حلقة من حلقات الشعر كانت في مع الشاعر عادل عوض ومجموعة من الشعراء في غبقتنا في شهر رمضان المبارك، لكن خلوني ما أطول على ضيفي لهذا اليوم وأرحب في الشاعر راشد الجبر. حياك الله الشاعر. الله يحييك سلمك خليك. بالبداية نتشرف بوجودك هنا معنا في برنامج شباب اليوم، ومستمتعين إن شاء الله باللقاء معك. الله يخليك. بالبداية أستاذ راشد، نبي نتكلم متى كانت بدايتك بكتابة الشعر؟ والله كانت يعني من عمر، يعني أمانة من كان عمري تقريبا 12 سنة تقريبا، يعني كانت لي بدايات خفيفة ولميتها مثل ما يقولون ثلاث أربع دواوين، وكانت يعني دواوين تنشر على الصعيد الشخصي أكثر ولا أقل، يعني كانت محاولات ما بين الزملاء يعني الأصدقاء الأهل، كانت يعني بدايات بسيطة مثل ما يقولون، يعني كان شعر الطفولة. متى كانت البداية الفعلية اللي راشد؟ اللي هي أعتبرها من عمر 12 سنة. هذه كانت البداية الفعلية. هذه البداية. يعني ما تشوف أن هذا عمر الطفولة ممكن يكون فيه أخطاء؟ ممكن. لابد يكون فيه أخطاء، لكن مثل ما يعني كانت شلون البداية؟ البداية كانت أن إحنا أصلاً من عائلة تحب الكتابة والشعر والأدب، والوالدة هم لها دور كبير يعني. نعم. يعني زرعت فيني اللغة العربية الوالدة. الوالدة طبعا مدرسة أولى ما شاء الله، وأنا أحب يعني أذكر فضلها، يعني ما كان فضلها كبير علي، كانت تعطيني كتب التاريخ كتب الدين ومن هالأمور هذه. نعم. فصار عندي خلفية يعني. جميل. وليش اخترت هذا المجال بالذات يعني من بدل المجالات؟ لقيت نفسي فيه ويعني مثل ما تقول كانت متعة الكتابة عندي، الرسم، وأحب مثلا شوية يعني أهلي يكتبون مثلا فأحب أرد عليهم، فكنت أكتب وأرد عليهم. جميل. يعني نقدر نقول البيئة اللي نوجد فيها راشد حثتها على هذه تقريبا نوعا ما. جميل. طيب إذا بنتكلم عن أنواع الشعر اللي يكتبها راشد، شنو أنواع الشعر؟ حسب علمي إن كلها لغة عربية فصحى. هذا مجالي، ويعني مثل ما تقول على البحر الخفيف، يعني كبداية. نعم. كانت على البحر الخفيف، وهو الشعر العمودي تقدر تسميه. ولي يعني في دواوين الثانية اللي كتبتها يعني مرحلة النضج كانت يعني تقريبا تقدر تقول شعر حر، لكن البداية، وهذا يعني موجودة عند أغلب الشعراء، بدايتهم لابد تكون بهالطريقة. هذه البداية، يعني التعريف على الشعر إنه يكون شعر عمودي. جميل. طيب راح نشوفك في مجال الشعر، خلينا نقول النبطي والنظم والمنظوم. النبطي مع احترامي هاللون هذا، ومع احترامي يعني للهجات الشعبية، ما لقيت يعني ما أخذت في مجال، أو يعني ما ارتحت له أمانة، مع أنه هو شعر ولا ناسة ولا معجبين وبالعكس يعني، لكن أتمنى أنه يكون فيه اهتمام
مو لي، للشباب. اللغة العربية الحين قاعدة تحارب بشكل أو بآخر، يعني اللغة يعني ما في للأسف هني بالكويت وبالوطن العربي بصفة عامة ما في اهتمام ولو معنوي للغة العربية، للي يكتب باللغة العربية، مو بس الشعر، عندك المسرح، عندك مثلا الروايات، ما تلقى ذيك المهرجانات، الكلام الشعبي طغى على اللغة الأم. يمكن لأنه أقرب، ممكن لأنه أقرب، لكن هذا يعتبر تراثك، هذا يعتبر اللغة العربية لغتك، يعني رب العالمين أعز الإسلام فيها. صحيح. فلا يعني يجب أن يكون هناك مثل اهتمام دافع، ومو بس اللغة العربية، حتى على سبيل يعني الفن بصفة عامة، النحت، الرسم، الكويت فيها شباب مبدع، فيها شباب يعني شرواك طيب، يبيلهم مثل يعني اهتمام، توعيهم، تعطيهم مثلا مجالهم حتى أن ينطلقون، يأخذوا راحتهم، تسوي لهم مثل فعاليات، يعني من هالأمور هذه تشوف الكويت ما شاء الله ترجع مثل ما كانت قبل. جميل. بس راشد قاعدين نشوف احنا المركز يعني المعهد العالي للفنون، نعم، المسرحيه قاعدين نشوفها، يعني الامانه كثير من المسرحيات اللي يسويها، نعم، صحيح، باللغه العربيه الفصحى وفيها فصحى، يعني ما نقدر نقول انها اندثرت او ما نقدر نقول انها مو موجوده، بالعكس، نعم، في مسرحيات، في قاعدين نشوف حتى، نعم، بعض الاغاني في هذه اللهجه، يعني اللغه العربيه الفصحى. اتفق معك استاذي، لكن ما في ذاك يعني أنا أمانة قاعد أشوف، يعني شوف أنت إذا بترجع أيام، يعني ارجع شوية أيام الثمانينات مثلا، شوف شلون كان الاهتمام وقارنه بين ذاك الوقت وهذا الوقت اللي احنا فيه، أيام أحمد مطار، أيام ناجي العلي كرسام، كان في اهتمام، كان في حوافز، كان في فعاليات، هذه نوعا ما يعني ما أقول لك إنه ما في، لا، لكن يعني مو بذيك الكثافة القوية، يعني نوعا ما، وصارت يعني الأنظار تتركز على اللون اللي حضرتك قلته، اللي هو الشعر النبطي والعامي الشعبي. إيه الشعبي. جميل. طيب يمكن المفردات راشد تكون في اللغة العربية الفصحى، يمكن في بعض المفردات تحتاج إلى مثلا تفسير، يعني يمكن القارئ ما يقدر يعني على قولتهم، نعم، يعني في بعض يعني الشعر، نعم، أي شخص بمتناول الجميع مثل ما يقولون، نعم، يقدر يفهمه ويفهم معناه. صحيح. لكن يمكن اللغة العربية الفصحى تحتاج إلى شخص مثلا مطلع على معاني كلمات، نعم، أو حتى البيت ممكن يحتاج أنه يروح يرجع حق المعجم ويشوف معنى كل كلمة بحيث أنه يفهم معناه. هذه ترجع على التعليم، على الثقافة، والكويت بلد ثقافة وبلد تعليم وبالعكس، لكن مثل ما قلت لك المفروض يكون في تسليط على هذا الشيء. وغير هذا وهذا، ترى اللغة العربية مو حيل صعبة، يعني في عدة شعراء تقرأ لهم مثل محمود درويش، مثل سميح القاسم، مثل شوف المفردات بسيطة، كلام كأنه كلام جرايد بس هو شعر، ما دخل فيك بال مفردات الصعبة اللغوية، أعطاك كلام سلس بحيث أن الفاهم والمثقف والإنسان العادي يقدر أنه يقرأ مثل هذه القصائد. جميل. تأثرت بشاعر معين راشد؟ والله كثير، كثير. من الشاعر اللي تأثر في راشد؟ يعني إذا قلت لك شخص غير المتنبي أطلع كذاب أمانة، أبو الطيب المتنبي، يعني بس الأكثر يعني أكثر شاعر، وهل لازم أن الشاعر يتأثر بشاعر معين آخر؟ لا مو شرط، لكن هذا مثل يعطي شوف يعني قوة المفردات، قوة يعني البلاغة، النحو، الأمور هذه، يعني هذا الشعر القديم يعطيك أنت مثل ما تقول قاعدة، وخاصة إذا يعني اتجهت له وقمت تقرأ له. وفي شعراء يعني من العصر هذا وعصر النهضة بالعكس، يعني أحمد شوقي ومن الشعراء اللي حاليا يعني الله يطول بعمرها، اللي هي الشاعرة لميعة عباس عمارة،
هم هذا يعني شاعرة من الشعراء اللي لهم يعني مكانة، يعني في عدة شعراء يعني موجودين، لكن هم بعد انظلموا بهال يعني. أنت بعد لا تنسى الحين يعني الله يديم الأمن على المنطقة وعلى الدول العربية إن شاء الله، هم الأوضاع اللي قاعد نمر فيها الحين والمواطن العربي اللي قاعد يمر فيه الحين بعد هذا مو شوية. جميل. طيب إذا نتكلم عن المدرسة اللي تبعها راشد، شنو هي المدرسة اللي تبعها راشد من خلال شعره؟ هي هو هذا استاذي بس هذه طيب وهذا يعني لا يعني إنه ما في، لا في يعني عدة شعراء هم أعجب فيهم وأتابعهم، عمر بن أبي ربيعة من ضمنهم يعني. جميل. أنا قاعد أشوف إن أغلب الشعراء يعني اللي تحبهم نقدر نقول إنهم من القدامى أم منهم يعني في يعني من ما يستوي يعني أواخر العصر العباسي مثل ما تسولف أو الأموي، لكن لا بالعكس يعني هذا لميع الحين موجودة الله يطول بعمرها. وفي مثلا عندك أحمد مطر، لكن إذا بنتكلم على بس أغلب المدارس اللي تأثر فيها راشد نقدر نقول إنها قديمة جدا ما تنوجد الحين. شوف اللي يكتب مثلا بهالصياغ هذا باللغة العربية لابد أنك تتطرق لهالكتب، يمكن بعد أقدم من الكتب إذا يعني وجد. يعني آخر أول شاعر وصلت لنا أخباره اللي هو امرؤ القيس، هم يعني يشوف نقرأ له ونشوف له ونتأثر فيهم. هذيلا يعني هما الحركة الأولى مثل ما نقول، وعليهم نمشي. وانت رايح يعني هم في شعراء الحين موجودين. جميل. طيب إذا بنتكلم ما بين نبي نقارن ما بين الشعر الشعبي وما بين الشعر باللغة العربية الفصحى، نقدر نقول أن الشاعر اللغة العربية الفصحى ما يقدر يكتب باللغة العامية أم العكس؟ لا يعني من اللي يملك يعني أنه يكتب باللهجة وباللغة؟ لا في موجودين وبالعكس، لكن هي وين يكون أساسه؟ وين يكون أساسه؟ هل هو يكون شاعر عامي ويكتب لغة عربية فصحى أم العكس؟ لا مو شرط يعني، في مرات تحصل يعني هم غالبيتهم يكونون مثلا شعبي فيحب أنه يوصل صوته للجماهير العربية مثلا، لهجته مثلا الحين اللهجة الكويتية مثلا ما يفهمها مثلا اللي على سبيل المثال بالجزائر، أو اللهجة العراقية مثلا ما يفهمها مثلا اللي بليبيا مثلا، فيقول له أنا بأوصل أوصل صوتي فأدش باللغة العربية. في بعضهم نعم في. وبالنسبة حق الشاعر اللغة العربية الفصحى ما يقدر يكتب بالعامية؟ شوف إذا تمكن باللغة العربية وعرفها ولقى بيئته فيها، يعني ما أتكلم بالنيابة عنهم كل واحد وهوى، لكن أتوقع يعني عن نفسي ما شفت يعني أمانة. جميل. إذا بنتكلم عن دور وسائل التواصل الاجتماعي معك راشد، شون دور التواصل الاجتماعي؟ والله هذا دور بالعكس فعال، وهذا يعطي مجال أصلا الحين خاصة بالوقت اللي احنا فيه، لكن أمانة يعني ما تطرقت لهالموضوع أمانة، وإن شاء الله مستقبلا يعني ليش لا، ألا وعسى ممكن إن شاء الله. نتمنى لك التوفيق أكيد، ونتمنى إن شاء الله الله يحفظك إن الله يوفقك إن شاء الله في هذا في كتابة الشعر إن شاء الله، وإن شاء الله إصدار دواوين جديدة بإذن الله. الله يسلمك ويحفظك. كل الشكر لك راشد الجبر على هذا اللقاء الجميل، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. الله يخليك، وأنا شاكر لكم هالاستضافة وأسلوبك الكريم وشخصك الكريم. الله يطول عمرك. وألف شكر للقناة وكادر القناة. الله يسلمك. أعزائي المشاهدين مكملين معاكم حوارنا لهذا اليوم، لكن عقب هذا الفاصل وضيف جديد. كل شيء لنا سوى حتى نسمات الهوى، انت ذرب المحبة وانت قاسم الصبر،
من عمر واحنا لبعضنا من عمر تجمعنا الحكمة مع بعد النظر من عمر واحنا لبعضنا من عمر تجمعنا الحكمة مع بعد النظر كل شيء لنا سوى حتى نسمة الهوى انت درب المحبة وانت قاسم الصبر كل شيء لنا سوى حتى نسمة الهوى انت درب المحبة المحبة وانت قاسم الصبور من عمر واحنا لبعضنا من عمر من عمر من عمر حياكم الله مشاهدينا الكرام ومستمرين معكم في حلقتنا لهذا اليوم وضيفنا الجديد ولازلنا داخل أرجاء الأدب والشعر ولكن انتقلنا من الشعر الفصيح إلى الشعر الشعبي والشعر العامي وخلوني أرحب ضيفي لهذا اليوم الشاعر محمد المسيلم حياك الله يا مرحبتين حياك الله يا مرحبتين رحب فيك في برنامج شباب اليوم وسعيدين بوجودك معنا هنا وأنا سعيد بالبداية محمد كأي بداية نسأل أي شاعر متى كانت في بدايتك في كتابة الشعر والله اكتب انا من عمري 17 سنه ما شاء الله اي والله طيب هل تاثرت في محيط معين هل الوالد مثلا شاعر الاهل فيه منهم شعراء والله وراثه الشعر عندي ما شاء الله من جدي وابوي وانا ما شاء الله يعني نقدر نقول الشعر بالدي ان اي مع محمد اي والله جميل طيب محمد ليش اخترت هالمجال هذا بالذات من بدل المجالات المختلفه بيئتي اللي ساعدتني على هالمجال تتوقع أن البيئة تصنع الشخص من خلال طبعًا. حتى موهبته وتأثر عليه؟ طبعاً. يعني الموهبة يعني أتي من خلال المحيط اللي حوالينك؟ أي طبعاً. طيب كم كان بالضبط العمر لما كان كتبت أول قصيدة منظومة خلينا نقول موزونة والكل سمعها وقال لك هذه قصيدة يعني تقدر تقول أنها قصيدة ما كانت يعني مجرد خربشات؟ يعني من 18 19 قمت أكتب قصيد من 10 أبيات ورا. جميل.
يعني نقول البداية الأولية كانت 17 لكن بدايته من 17 كنت أكتب بيت نعم أبوي عدل لي طبعا واشتهرت من الشعر من المكان هذا قمت أكتب بعد. جميل. طيب نبي نتكلم عن أنواع الشعر اللي يكتبها محمد. شنو أنواع الشعر اللي تكتب محمد؟ هل متخصص في مجال معين؟ يعني أغلب الشعراء الشباب الحين غزل وهالأمور هذه. والله أكتب غزل وأكتب أي شيء أنا على حسب اللي حضرني يعني. جميل. يعني اللي حضر محمد يكتبه. جميل. طيب إذا بنتكلم عن شاعر معين محمد متأثر فيه من الشعراء واجد. منو يعني الشخص اللي دائما تحرص أنك مثلا تتابع أو تقرأ له؟ حمد السعيد، أبو خالد، وأقرأ السلطان الهاجري. جميل. وأبوي بعد بس أنا أبوي مطالع بس أنا أحب قصايد حيل. جميل. يعني القصايد دائما مع الوالد تكون داخل إطار البيت مثل ما يقول. طيب نبي نسمع منك قصيدة. خلنا ننتهز هذه الفرصة ونسمع منك قصيدة. اللي يقول لا وجودي وجد من ضامته دنياه، جفوها العرب والناس معاد له تاوي، يحاول يرقع ميرمة الرقع بلوه مع علة ما ظن يلقى لها مداوي. حاول يرقع ميرمة الرقع بلوه مع علة ما ظن يلقى لها مداوي، نسوه أقرب وربوعه وحتى الولد خلاه عمره ورا التسعين محصل مخاوي. نسوه أقرب وربوعه وحتى الولد خلاه عمره ورا التسعين ما حصل مخاوي، على اللي غلاها وسط قلبي حشى منساه، أنا شلون بنسى دام قلبي لها هاوي. ألا وعذاب العين لا زارني طرياه، ولا وعذاب اللي طواه الغلا طاوي، وأنا حشى ما بدله لو بطاب بجفاء، وعلى بعدها والله أنا ماني بقاوي، بيبطي غلا منه ذبحني على فرقه، وأنا مدري المجمول وياي وشناوي. سلامتك. صح لسانك. صح لسانك. صح بدنك. عاد نبي نعرف شنو طقوس هذه القصيده وشنو كانت ظروفها؟ القصيد يعني اكثر خيال طبعا. اكثر خيال. ليش طبعاً. اغلب الشعراء محمد خلينا نقول يتذرون بالخيال دائما، يعني قليل من الشعراء اللي يقول ان هذه تجربتي. اكثر الناس يقولون خيال، واكثر الناس يقول لك عادي الناس يصارحونك، واكثر الناس بعد انها تحتفظ بنفسها. الإجابة نفسها يحتفظ الإجابة طبعاً. دائما يقولون المعنى ببطن الشاعر مثل ما يقول. طيب محمد أنت أغلب قصائدك هل هي من وحي الخيال أم واقعية؟ والله اللي يحضرني أكتب أنا خيال صحيح اللي أكتبه. جميل. يعني نقدر نقول نصيب الأسد من قصائد محمد تكون لوين، الخيال أم الواقع؟ لا طبعاً الواقع. الواقع طبعاً. جميل. يعني راح اليوم راح تخليني أفتش أنا بقصائدك كلها أدور. جميل. محمد دور وسائل التواصل الاجتماعي معك، شلونك مع وسائل التواصل الاجتماعي؟ والله زين، أنا متواجد في إنستغرام، متواجد في تويتر، وشوف نفسي زين. جميل. هل في تشوف متابعة؟ هل في نسبة طبعاً. متابعة؟ طبعاً. طيب هل محمد تشوف أن هالأيام يعني خاصة الحين يعني أتوقع أن المجلات الشعرية وحتى الكتابات سواء كانت في الجريدة الجرائد الناس ما قامت تهتم للجرائد والمجلات. جميل. أغلب الناس عندها قام تويتر وإنستغرام. هل تشوف من الضرورة الشاعر أنه ينوجد الحين في إنستغرام وتويتر؟ طبعا. تشوف أن هي النافذة الوحيدة اللي يطلع من خلالها حق الجمهور، أم ممكن أن الواحد يبل؟ يعني أغلب الشعراء لما نسمع وين كانت انطلاقتهم أو بدايتهم يقول أنا كنت أكتب في مجلة أو كنت أكتب في زاوية. هذا أيام زمانات، أيام زمان على أيام القصائد القديمة، يطلع لك مجلة يطلع لك بجريدة. الحين جابت التواصل إنستغرام وتويتر، قاموا يقربون الناس للناس. جميل. يعني أنت تشوف أن انطلاقتك بالبداية كانت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تشوف أن في ردود فعل جميلة من خلال برامج التواصل الاجتماعي؟ إيه. شو ردود شوف الفعل؟ شوف الناس يتابعوني، شوف الناس يردون علي على قصائدي، وشوف أن الحمد لله لحد الحين بداية زينة. طيب تأخذ الانتقادات اللي قد تأتيك؟ أحترمها، وجهة نظر أحترمها. لكن تأخذ فيها إذا كان في تعديل معين؟ أم أن ما تنشر شيء إلا ما تكون متأكد منه؟ لا، واثق فيه 100%. 100%. جميل. طيب إذا بنتكلم عن الطقوس المعينة للشاعر، دائما الشاعر يعني أغلب الشعراء، يعني أنا من خلال تعرفي أو معرفتي بأغلب الشعراء أو عدد كبير من الشعراء،
أشوف أن أغلب الشعراء لها طقوس معينة، حتى المكان اللي يكتب فيه القصيدة، الوقت اللي يكتب فيه القصيدة، ساعات تشوفه مثلا يروح مكان بعيد عن الناس. طبعا. وفي بعضهم لا، يقول أنا أحب أكتب عادي حتى لو أكون بين الناس بلوية العمل. حتى ساعات واحد من الأصدقاء شاعر يقول أنا يعني مسي عليه بالخير، يقول حتى لو أكون يعني بنفس موقع الحدث أكتب القصيدة. وأنا مثله. 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 يعني ما تشوف لك كل مكان هادي. ما تشوف لك طقوس معينة محمد؟ لا عادي. ما في طقوس معينة محمد. عادي. يعني إضاءة وهالأمور هذه. جميل. طيب إذا بنتكلم عن الكتابة والشعر وهالأمور هذه كلها، ما تشوف أن الحين يعني من خلال كثرة الشعراء ما تشوف أن عملية صعبة أنك أنت تطلع كشاعر جديد على الساحة؟ صح، صعبة. صعبة عيل. شو اللي يخلي الناس أن تقول والله نعم هذا شاعر ويستحق أنه يطلع وتتبع الناس؟ من قصيدة، اللي يفهم بالقصيد أكيد أنه بيعطيك الرأي. طيب محمد، ما تشوف من خلال يعني برامج التواصل الاجتماعي في شعراء صعدوا وصار في متابعين، لكن هم يعني بعض الشعراء يقول لك هذا مو قصيد اللي يكتب اصلا؟ والله ما ادري عن هنا. ما تدري؟ ما ادري. مو متابع؟ لا. ولا اجابه دبلوماسيه هذه؟ لا، اجابه دبلوماسيه. جميل. طيب محمد، جديدك في الشعر، شنو جديدك في الشعر؟ اقول لبيه يا طار الشعر يوم جاني، للي ملك قلبي وقسمني أقسام، يا هاجسي وفر جزيل المعاني للي غلاها داخل القلب العام. يا هاجسي وفر جزيل المعاني للي غلاها داخل القلب له عام، شعري لجل عينيه مذكر عصاني والقاه في يبدع في حضوره والأصام. شعري لجل عينيه مذكر عصاني والقاه في يبدع في حضوره والأصام، قل له ترى مسكنك بين المحاني ينضام غيرك وانت لا يمكن الضام، ما شفت مثلك في البشر شخص ثاني، الحب يفرق يا بعد كل من هام، يزداد حبك يا الغلاب الثواني يلي لجل شوفتك تعبت الأقدام. شعر الغزل لا من كتبته أعاني، ما الله عطاني منه من كثرة الألام، ومن يوم صرت يا الغلا في كياني أبدعت في قافة وليا جيت لهرام، أنت الغلا وطاريك لا من دعاني جهزت لك كل الدفاتر والأقلام. شعري لجل عينيه مذكر عصاني والقاف يبدا في حضوره والاصام. الله عليك، صح لسانك، صح ابدن. هذا عدنا بنعرف عاد من وحي الخيال ولا خيال؟ طبعا. ليش دائما نشوف الغزل دائما يكون من نصيب الخيال؟ انت عاد لا تشد عيننا عسى الله يستر عليك. جميل جدا. طيب محمد، نبي دام ان شدينا عليك نبيك تريح بفاصل. اعزائي المشاهدين، مستمرين معاكم مع اخوي الشاعر محمد المسيلم، لكن عقب هذا الفاصل القصير. وجهك مراية لقلب الحلم والإيمان، وعدل وحكمة وطيب وتواضع فاق تقديري، أحس إنك أخو ودعت شعبك كلهم أخوان، وأحس إنك أبوهم يا سمو الطيب يا مير. سماحك وجهك مراية لقلب الحلم والإيمان، عدل وحكمة وطيب تواضع فاق تقديري، شعبك كلهم اخوان، واحس انك ابوهم يا سمو الطيب يا امير. سماحك وجهك مرايا لقلب الحلم والايمان، عدل وحكمه وطيب تواضع فاق تقدير، احس انك اخوه تعب، شعبك كلهم اخوان، واحس انك ابوهم يا سمو الطيب يا امير.
قلبه أمم وطان، وحبك للكويت وأهلها أكد لي تفسيري تحب الكويت وتحب الكويت المجد والعرفان، تحب الشعب ويحبك شعبها فوق تصويري. نعم أنت الوحيد اللي وسع قلبه أمم ووطان، خوفك للكويت وأهلها أكد لي تفسير تحب الكويت وتحبك الكويت المجد والعرفان، تحب الشعب ويحبك شعبها فوق تصويري. نعم أنت الوحيد اللي وسع قلبه أمم ووطان، خوفك للكويت وأهلها أكد لي تفسير تحب الكويت وتحبك الكويت المجد الطيب. فك صارت بلادك أسعد البلدان، وهلها تعجز توفي معانيهم تعابيري، يا كيف أبدأ وكيف أنهي قصيدي في حضور إنسان تملكني بغلاه وساكن بقلبي وتفكيري. صباح الطيب محمد. أنا بنتكلم عن يعني كثير من البرامج الشعرية في الآونة الأخيرة ظهرت، ويمكن أبرزها شاعر المليون، شفنا البيت، شفنا غيره من المسابقات الشعرية. هل راح نشوف محمد المسيلم مشارك في أحد هذه البرامج أم لا؟ إن شاء الله لحد الحين الفكرة موجودة وأطمح المزيد إن شاء الله. هل في مجال أنك راح تشارك في هذا؟ راغب بالفكرة، فكرة البرامج هذه أم لا؟ برامج يعني مسابقات؟ نعم. لا والله ما أفكر فيها، ما لحد مثل برامج تلفزيونية، لقاءات، الفكرة موجودة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب محمد، لما نعرف طموح محمد في هذا المجال، في مجال الشعر، وين حاب توصل في هذا المجال؟ حاب أني أوصل للجمهور وبس. بس؟ بس. جميل، أتوقع أن الجمهور هو ملاذ الشعراء كلهم ويتمنى الشعراء كلهم. أكيد. طيب محمد، ما نبي نطول عليك، نبي نسمع منك قصيدة ونختم فيها. أبشر. يقول جيتك وأنا مخنوق من زحمة الشوق، جيتك وأنا فيني من الهم ضيقة، مخنوق والله بغيبتك حيل مخنوق، الحق على صاحبك ضيع طريقة، مخنوق والله بغيبتك حيل مخنوق، الحق على صاحبك ضيع طريقة، شاف العنا وخاطره ما والله يروق إلا بشوفك لو ظروفك تعيقة، بين المحاني ومنزلك دائما فوق، وندري إنك في المحبة غريقة، أغليك مثل البدو ما تغلي النوق، ويزداد حبك يا الفتاة الرقيقة، امسح دموعك يا بعد كل مخلوق، الحزن في وجهك ترى ما نطيقه، امسح دموعك يا بعد كل مخلوق، الحزن في وجهك ترى ما نطيقه، بين المحاني ومنزلك دائما فوق، وندري انك في المحبة غريقة، امسح دموعك يا بعد كل مخلوق، الحزن في وجهك ترى ما نطيقه، اغليك مثل البدو ما تغلي النوق، ويزداد حبك يا الفتاة الرقيقة، بتبقى بصدري بين الأضلاع معلوق، هذه الحقيقة كانت تبغى الحقيقة. الله عليك، صح لسانك، صح لسانك، هذه الحقيقة كانت تبغى الحقيقة. الله عليك. وصلنا معاك للختام محمد المسيلم، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله المزيد من النجومية لك بإذن الله، ونتمنى لك التوفيق في هذا المجال. الله يجزاك خير، وأنا شاكر قناة شاهد وأشكرك أنت. الله يسلمك والله يوفقكم أجمعين إن شاء الله، ونتمنى لك التوفيق. أكيد أعزائي المشاهدين، نشوفكم إن شاء الله باكر، نذكركم بالإعادة الساعة 1 الظهر، ونشوفكم إن شاء الله باكر في حلقة جديدة. مع السلامة.